بسم الله الرحمن الرحيم. أمس وردني إيميل من أخ عراقي صديقي، يعني صديقي رياضي ما أعرفه، يعني كل الرياضيين أصدقاء، وقال دكتور أنا إذا أسوي أطروحة، وأطروحته كلش ممتازة، يريد يضع أنظمة لمعالجة نشاط الرياضة، أنظمة يسميها هو قد يعني قلت له شنو تعني سيستم معين، قال إيه سيستم على الكمبيوتر، وأريد أسوي أنظمة لمعالجة نشاط الرياضة. قلت له أوكي ممتاز. قالوا هاي ما عش مشكلة بالعراق. أنا سألته رأسا وهو تفاجئ، قال لي من قلك؟ قلت له من قلك هاي المشاكل؟ قال دكتور هاي مشاكل يعني إحنا نعاني منها. قلت له من قال إنه هاي مشاكل وماكو غيرها؟ قال لا يعني أنا أخذ مشاكل رئيسة. قلت له لا يجوز، المشاكل تحدد بعد نسوي مسح ميداني على منظومة كاملة، وليس مثل على سبيل المثال كرة الطائرة أو الجمناستيك أو السباحة، منظومة كاملة، وأعني بالمنظومة الكاملة ما يعني أكثر الناس تظن أنه أي لعبة مرتبطة بالاتحاد فقط، وهذا خطأ، خطأ كبير. أهم شيء في 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 الرياضة والشركاء مثلا العائلة، نظام المدرسة، نظام المجتمع، قوى المجتمع يسمى السوشيال فورسز، هاي مهمة أن أنت تنتبه لها. فلما تيجي تقول لي هاي 12 مشكلة من ضمنها يعني هو تطوير المدربين، من قال لك أنت تطوير المدربين هو مشكلة؟ من أريد رقم تعطيني، أريد مسح ميداني، أريد مسح ميداني لكل المنظومة اللي تشكل اللعبة أو الرياضة بالعراق. هذا المسح الميداني يطلع بأرقام وإحصائيات تعطيك فكرة عن ما هي المشاكل الرئيسية اللي يمكن حلها آنيا مباشرة، بس من بتغيير أشياء بسيطة. لكن هناك مشاكل لا يمكن حلها بتغييرات بسيطة، وإنما يمكن حلها بتشريعات رسمية. إحنا الآن بالعراق بدون أن تقول لي هاي المشاكل و 12 و 13، أول حل للمشكلة إصدار تشريعات في تغيير قوانين رياضية سابقة، بس هذه أول وحدة. ثم تجي أنت على مفاصل المنظومة الأخرى. واحد من أخواني قال لي دكتور مبقى أحسن شيء أنت بالعالم هو صديقي صعب من دول القدماء مثلي، قال من قلت كرة القدم مو اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم جزء من منظومة رياضية. قلت له والله هذا اللي تعلمته، يعني تعلمته من الجانب انه هو ناس يعني عميان يعتقدون لو الاتحاد هو خلاص هو لازم يصعد الكأس العالم، هو لازم يفوز على كل الفرق، فهو منظومة. حتى المجتمع مؤثر بيها، العائلة ضمن منظومة الرياضة بالبلد، المدارس من المنظومة الرياضة، الجامعات وما عليها، هل نجحت كليات التربية الرياضية كجزء مهم من منظومة الرياضة بالعراق في ما ملقى على عاتقها؟ وسؤال هذا خلي جاوب واحد عليه باحث علمي. هل المناهج اللي تدرس وتخرج مدربين في الدورات التدريبية نجحت في الوصول إلى أهدافها؟ مهمة. هل المدارس ومناهجها الرياضية كذا كذا كذا؟ أنا أعرف الفوضى في العراق الآن بسبب خلل اجتماعي حدث، لكن لما تيجي تعمل دراسة يجب أن تمسح مجتمع كامل، مو تأخذ جزئية صغيرة وتتكلم عنها، يعني أنت إذا أخذت جزئية صغيرة أخذت جزء من المنظومة وراح تقع في خطأ كبير. حتى لو النظام اللي وضعته أصلح هذا الجزء، لكن ذا الأجزاء البقية خربانة ماكو فائدة. فقلت له يا أستاذ الطروحة ممتازة وخارجة عن المألوف كما يحدث الآن في العراق اللي أغلبها تحت، يعني تكلم عن برنامج تدريبي أو مؤثرات التدريب باللياقة، وهي بحوث زينة احترمها الميدانية،
لكن لما تيجي تضع نظام سيستم لمعالجة مشاكل الرياضة يجب أن يكون نظام معتمد على مسح كامل للرياضة في البلد، مسح كبير استراتيجي مو شغلة سهلة، حتى تصنف المشاكل الكبرى اللي تحتاج إلى تغيير أنظمة وتشريع أنظمة أو قوانين، وتقف على المشاكل الصغرى اللي حالها يحتاج تعديل أو تغيير بسيط من قبل هم ذول ممثلين المنظومة. هذا كلام مهم، لأن إن ما تأخذ المشاكل أنت من الصحافة أو من الإنترنت وكذا من كلام فلاني، وبعض الناس تفتي فتوات رياضية صعب يعني أن تقال وتحدد المشكلة فقط من أجل أن الفريق ربح لو الفريق ما ربح، الفريق سافر لو الفريق ما سافر، لا، الدراسة أو وضع سيستم نظام تقويمي لمعالجة مشاكل المباريات، هذا غير أن تضع نظام تحليلي لمعالجة للوقوف على مشاكل الرياضة في العراق ومعالجتها. يكون هذا النظام جزء من قانونك الرياضي الموجود في البلد، فالمسألة ما ترتبط باتحاد ولا بوزارة ولا بجنوبية ولا بإعلام ولا بصحافة ولا بكلية ولا بجامعة ولا 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 بالشركاء، ترتبط بكل المنظومة. فحتى يكون نظام شامل يسموه comprehensive system عليك أن تضع comprehensive study، سوي سكانينج، مو كل شيء يقال صحيح ولا كل شيء يقال يمثل الواقع الحقيقي لما قيل عنه، لا. فأنا يعني من الناس أحب العلم، أقول العلم هو روح، لأن يعني العلم ما يقدر، كل شيء يقدر إلا العلم يقدر، الإحصاء ما يقدر يعطيك أرقام، الأرقام هي إجابات لأسئلة متكررة. فنصحت قلت له أنا في رأيي سوي دراستك على جزئين، جزء سوي مسح ميداني لمشاكل الرياضة في البلد، كل العراق من الشمال للجنوب، كل العراق سوي دراسة ميدانية ومسح ميداني واقعي، مو تروح تعطي ورقة واستبيان استبيانة وتعطيها الواحد وتقول لك شنو مشاكل الكرة بمحافظة كربلاء، شنو مشاكل الكرة بأربيل، شنو مشاكل الرياضة بدهوك بالرمادي، لا، مسح ميداني من داخل كل محافظة، من داخل كل اتحاد رياضي، من داخل كل مجموعة رياضية، يعني خذ المشاكل من الناس المعنيين، خذها استمع لها، لا تأخذها من الانترنت ولا تأخذها من الصحافة ولا تأخذها، مسح ميداني يعطيه داتا، هاي الداتا تتحلى رينج يسموه، وثبت المشاكل وصنفها حسب الأولويات. عند ذلك بعد أن تفرز كل شيء تقوم وضع السيستم اللي انت تريده، وانا أأيدك وساعدك من الحين، اقول لك انا اساعدك، انا قادر اساعدك، لان عجبني الموضوع، احنا احوج ما نكون الان الى هذا الموضوع، لكن جزئيه واحده راح توقعك في مشكله من تناقش الدكتوره، لو انا جالس في المناقشه اقول لك كل شيء ماضي ما نجح، لان انت جبت مشاكل غير واقعية قد تكون. أولاً يجب تثبيت المشاكل من خلال دراسة ميدانية ثم تتكلم عنه. أنا ما أحب واحد يقول مشاكل التدريب في العراق 1-2-3 بدون دراسة لهذه المشاكل. أي واحد يقدر يقول الآن مشاكل مدربين مو زينين، دورات تدريبية مو زينة، هذا رجم في الغيب. كل شيء يبنى على ذات وإحصاء ومسح ميداني منظومة كاملة هو الناجح في تحديد المشاكل أو في تحديد يعني ما يعرف ب
ما يعرف بهدفنا من الدراسة. فأنا أصبح عليك بالخير وعلى جماعتي كلهم وعلى الباحثين والباحثات، وأقول أشد على أيديكم لما تروحون تبحثون عن المشاكل في المنظومة وليس في جزء من المنظومة، يعني بالاتحاد وليس في على سبيل المثال الاتحاد المركزي وليس في الاتحادات المحلية أو المحافظات، في مع المدربين وليس مع اللاعبين. أصدق ناس يطوق يوقفوك على المشاكل هم اللاعبين، أصدق ناس. طبعا إذا عرفوا أنه أنت بحثك لمصلحة الدولة مو لمصلحتك، حتى تأخذ ورقة الدكتوراه وتقول أنا صرت دكتور، لا، حتى تكون أطروحتك مصدر للأجيال، يجون يقربوها يقول الله هذا وضع سيستم نظام لمعالجة مشاكل الرياضة بالعراق. فأشد على إيدك وأنا مستعد أساعدك وأدليك، يعني أدليك على الطرق الآمنة، الطرق السهلة للوصول إلى منتظرك. وطبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. وأنت قلت لي أنا في طور يعني جمع الإحصائيات المعلومات وكذا كذا، لكن ما قلت لي، قلت لك أرسل لي نظامك اللي راح تسوي سكانينج على مشاكل الرياضة والعراق. يعني أنت شوف من حسن خلقك أنه قلت لي كلمة ما أنساها، قلت لي والله والله البحث الآن راح يتغير كليا، لأن أنت قلت لي في دليتني على مشكلة راح أقع بيها أثناء مناقشتي، قد أقع بيها وقد تقلل من قيمة أو قيم الأطروحة مالتي. فإن شاء الله ما تتقلل، وإن شاء الله قيم الأطروحة مالتك راقية تكون، وإن شاء الله تكون من المميزين على الأقل في النظر، يعني نسمع وأشاهد وأشوف. ما تكلم كثير الآن إخوان، في موجة هي يسموها الموجة الرديئة، مو عجمية، رداءة، خلينا نقول رداءة في ماجستير، رداءة في الدكتوراه، يعني في الأطاريخ، في دراسات، بسبب الوضع، يعني مو بسبب الناس بس، بعض الناس بسبب الوضع الموجود بالعراق. خلي ننتشل الجانب العلمي من الفوضى الموجودة بالعراق. لا حد يزعل من أقول فوضى، نعم فوضى. فالجانب العلمي إذا دخل في هذه الفوضى الخراب صار غير قابل للمعالجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، أنا مفروض.